نتعرف باسم حضرتك ومجال عملكم واختصاصكم. مشتاق جليل بهنام، احنا نعمل في منظمة كابني للمساعدات الإنسانية، مقرنا في العراق مدينة دهوك إقليم كردستان العراق. احنا وزميلي مروان نعمل في قسم التطوير المجتمعي اللي يهدف إلى مساعدة الناس وإيجاد نوع من فرص العمل اللي تمكنهم من تحقيق نوع من الدخول البسيطة اللي تساعد هذه العوائل الفقيرة أنه على تحمل أعباء الحياة اليومية، وكذلك محاولة تطوير الأعمال الموجودة أو القائمة بطريقة تفيد هؤلاء الأشخاص والمجتمع والاقتصاديات المحلية الناشئة في المنطقة، خاصة أنه بعد ظروف العراق اللي شهدتها. شو رأيكم في مؤتمر التراب والقائمين على التنظيم، وما لديكم أفكار جديدة لتطوير هذا العمل؟ بالحقيقة احنا أول مرة نشارك في هذا المؤتمر. المؤتمر جميل كثير وبتنوع، وممكن ناخذ كثير من الأفكار المفيدة اللي تسهم احنا بالنسبة لنا في تطوير أعمالنا. دائما اكو تنوع، اكو الاستقبال جميل، الصورة تصير اوضح، خاصة احنا باليوم الثاني. احنا دائما نحاول انه نستفاد من الافكار الموجودة حتى نعكسها لاحقا في مجال عملنا. التنظيم رائع جميل جدا انه يكون هالمستوى في الحقيقة. شكرا لك.